بالعودة لعالم المسرح، ما فينا ما نحكي أيضا عن مسرحية شمس وقمر. كمان أثار وقتها بلبل كتير كبير موضوع استبدال نجمة لطيفة تونسية فيكي لبطولة هالعمل. صار في أي تواصل بيناتكم بعدين؟ ليش بدي سم بس أمبلا أي حدا بتقله هي جملة أنه استبدلوا لطيفة تونسية فيكي رح تقلك أنه إيه وكذا. هاي أنا إذا بتحكيني من قبل كان ممكن انجرف بهيدا الشيء، وهذا الشيء اللي انحكى انه استبدلت. في ظروف بتصير مع الناس ما بتركب، بيجي بديل، بس بحب اقول للي صيد كثير بالمي العكرة وليلي حتى ناس من محبتهم لإلي. بالفعل صار في كثير حكي على هالنقطة. دغري تم الاتصال بيني وبين لطيفة من وقت ما جيت من الموعد قبل ما اقول اوكي، لما حكيت انا ولطيفة وعرفت بعض الاسباب وشو صاير معه وكذا وكذا وكذا، قلت له بوقتها كان معي حدا، قلت له بدق له للاستاذ وجدي شيا بتقول له اوكي، لانه اذا طلع علي الضوء بدي اقول لا. اجوا بالليل الساعة 1 مضونه. نادين، على سيرة الفنانة لطيفة التونسية، شفت الفيديو يلي أثار ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الشيء اللي صار بينه وبين الفنانة إليسا؟ ثقيلة ثقيلة لطيفة. ليه؟ ما بحبك. ما حلو، ما بعرف شو عملت على المسرح، إنه ليه اللي عم نحكي تحديدا بتريو نايت اللي صار بالرياض. خلا عن جد وحيت الله، اليوم أي حفل بدك تشوفه بأي بلد عربي، مين عم يغني؟ في كتير عندنا نجمات. نانسي، نوال، نجوى، هيفا، نيكول سابا، سيرين عبد النور، هو كلهم شو؟ لبنانيات. أيوة كتر خيرك بقى، ما بقى حدا يقول لي أنا قبلك وأنت بعدي وأنا بعدك وأنت قبلي بليون الحركات. نحن بلد كتير صغير إيه، بس مفعوله كتير كبير. زعلت من لطيفة انه شو صار، ليش عم تتسائلي علي على المسرح؟ مش برمت الوراق؟ انا شفت، انا حضرت تبرم وتطلع لسه بدها تقرب، شو اصلا برمت من ورا جاي عم تلقطن انه عم شو هال شو هالمسرحيه هي؟ ما حبيت لا، بس انه اليسا فظيعه. لو كنت مطرح اليسا شو كانت ردت فعلك؟ نفس الشيء مثل ما عملت اليسا، اليسا لبنانيه فيور.